السلام عليكم جاءت لحظة الثلاثين من نوفمبر امتدادا لشرارة ثورة الرابع عشر من أكتوبر التي أتت في زمن قياسي بعد انطلاق ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كتأكيد على وحدية الثورة ووحدة الآمال والتطلعات لأبناء الشعب اليمني لتتوج سنوات الكفاح والنضال في الثلاثين من نوفمبر 1967 يلاحظ المتامل التاريخي لمسار عبقريه الثلاثين من نوفمبر التي تميزت في ثلاث نقاط كونها جاءت في لحظه انكسار الثورات العربيه ومن بينها ثوره يوليو في مصر فشكلت علامه مضيئه في لحظه عتمه ثوريه في المحيط العربي كما ان الثلاثين من نوفمبر غيرت معادله القوه بين ثوره التحرير بقوتها الذاتيه وقوه امبراطوريه كانت لا تغيب عنها الشمس متمثله في بريطانيا التي كانت تسيطر على مساحه واسعه في الغرب والشرق النقطه الثالثه انها منحت اليمنيين روح استقلال لا تزال هذه الروح حاضره الى اللحظه على اعتبار ان الثورات اليمنيه كانت انموذجا لمواجهه المستبد الداخلي والمحتل الخارجي وهذا السخط الشعبي والمقاومة للانقلاب الداخلي والوصاية الخارجية امتداد لتلك الروح اليمنية التي تتجدد مع ذكرى كل ثورة مشاهدينا الكرام المساء اليمني يحيي الذكرى الخمسين لثورة الاستقلال ويتساءل ماذا تعني ذكرى ثورة الاستقلال ولا تزال مظاهر المحتل من سجون ومعتقلات واغتيالات وتفجيرات وتجريف للهوية اليمنية الجامعة وما دلالة عرقلة الحزام الأمني للإحتفال بالثلاثين من نوفمبر في هذه الذكرى تحديدا؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة بعد مشاهدة هذا التقرير. كانت لحظة فارقة عندما غادر آخر جندي بريطاني مدينة عدن في الثلاثين من نوفمبر من العام 1967، لحظة طوت مرحلة الاستعمار البريطاني الذي دام أكثر من 120 عاما. ارتكب الاستعمار في حق اليمنيين انتهاكات قاسية بدءا بتجزيء البلد وتقسيمه إلى محميات وليس انتهاء باستبداد الناس وإهانة كرامتهم. كانت لحظة استسلام الإمبراطورية البريطانية ثمرة نضال وطني دام أكثر من أربع سنوات مذ أشعل جذوته راجح لبوزة في جبال ردفان. حاول البريطانيون خلال تلك السنوات قمع الأحرار ونكلوا بهم أبشع تنكيل، لكن إرادة الشعب عادة ما تكون هي الغالبة. الانتفاضة الثانية لعدن كانت في يوليو 2015 عندما دحرت اخر عنصر من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع الذين دمروا المدينة وسفكوا دم اهلها. توالت بعدها عملية التحرير لتشمل لحج وابين والضالع ولا زالت المعركة مستمرة ضد الانقلابيين حتى اللحظة. بعد التحرير توقع ابناء عدن ان يتم تكريم هذه المدينة تقديرا لنضال ابنائها الذين بذلوا دماءهم من اجلها لكن ما حصل لم يكن في الحسبان. فقوات التحالف في عدن بقياده الامارات عملت على مرشنه عدن وتحويلها الى بؤره مسلحه ينتشر فيها القتل في ازقه الشوارع وفي الوقت ذاته عمل التحالف على اضعاف نفوذ الدوله الشرعيه التي قال انه تدخل من اجل استعادتها. كثير من ابطال عدن الذين كافحوا من اجل تطهيرها من الانقلابيين يقبعون اليوم في سجون سريه تابعه للامارات وحزامها الامني في رده فعل غريبه وكانها عقاب لهم على ما فعلوه. المزاج الشعبي الرافض لسلوك الإمارات في عدن بدأ بتصاعد ملحوظ قبل أيام احتج عمال ميناء عدن على رفض الإماراتيين السماح لسفينة تجارية الرسو وتفريغ حمولتها من البضائع أمهات المختطفين أيضا رفعن أصواتهن للمنظمات المحلية والدولية مطالبات الحزام الأمني والإمارات بالإفراج عن أبنائهن المختطفين دون تهم اليوم قررت الحكومة إحياء ذكرى 30 نوفمبر لكن المندوب السامي الإماراتي رفض هذا القرار وانتشر مسلحون مدعومون منه لإلغاء الحفل بقوة السلاح امتهان وظلم وكأن المشهد يعيد نفسه قبل خمسين سنة ولكن هذه المرة ببشرة ليست بيضاء رحالة الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس فكيف بدويلات هشة تعبث باليمن الكبير غير أبهة بصلابة اليمني وقدرته على صناعة التاريخ اذا مشاهدينا الكرام اليوبيل الذهبي نحتفل في مثل هذا اليوم بذكرى الثلاثين من نوفمبر عيد الجلاء هذا العيد الذي يمثل لليمنيين نقله حقيقيه كما تحدثنا في المقدمه، اذ انه استطاع بالخروج من باليمنيين من المربع الضيق الذي ربما والانتصار على مملكه عظمى بريطانيا التي لم تغب عنها الشمس تلك الايام. دلالة 30 من نوفمبر خاصة في هذه الفترة أن الشعب اليمني لا يقبل بوجود المحتل مهما طال أمده في البلد وأنه قادر على إخراجه بقدراته البسيطة والبدائية هذا الرفض وهذا السخط لوجود أي محتل ربما ينعكس على واقعنا اليوم وربما هي رسالة أيضا لكل من يفكر بشكل واضح أو مخفي أنه يستطيع أن يسيطر على جزء من أراضي الوطن. رسالة نوفمبر رسالة عظيمة وربما يعني هناك من يتساءل لما منع احتفال الحكومة اليوم بعيد الجلاء؟ هل لما يمثله من قيمة حقيقية برفض اليمنيين لوجود هذا المحتل؟ أم لأسباب أخرى لا نعلم؟ مداها اذا مشاهدينا الكرام الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الاستاذ ابراهيم القعطبي المحلل المحل السياسي المحلل السياسي والناشط الحقوقي مساء الخير استاذ ابراهيم يا مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام اهلا بك معنا استاذ ابراهيم و30 نوفمبر بعد 50 عاما هل تعيش اليمن في مربع الوصايه مره اخرى بعد نصف قرن برايك؟ نحن الجنوب اليمني الان يعيش تحت الانتداب والوصايه السعوديه الاماراتيه والشمال اليمني يقبع تحت الامامه الجديده فنحن اليوم نعيش في ظل اجواء ما قبل ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر وانا اعتقد انه الان اليمنيين بحاجه الى انتفاضه جديده لانهاء الانتداب السعودي الاماراتي من جنوب الوطن وايضا بقايا الامامه المتمثله في الحركه الحوثيه وايضا المخلوع علي عبد الله صالح في شمال الوطن. نعم، ما هي الرساله التي وجهها 30 من نوفمبر برايك ومدى اهميه الاحتفال بهذه الذكرى؟ انا يعني هي ذكرى عظيمه لانهاء الـ 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 استعمار البريطاني للوطن اليمني وهذا مفروض الدرس الذي نحن نستخلص من هذا الجلاء وهي يعني كما يعني يأتي في النشيد الوطني لن ترى الدنيا على أرض وصية لكننا الآن كما تعرف الانتداب الإماراتي السعودي يستخدم هذه المناسبات من اجل القضاء على النظام الجمهوري كما يتم الان تقويض الشرعيه اليمنيه واستهداف رموزها في 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 العاصمه المؤقته عدن ولا ادري لماذا يحتفلون بهذا الذكرى والعاصمة العاصمه العاصمه المؤقته عدن يتحكم بها من قبل ادوات خارجيه وليست يعني ولا تقبع تحت السلطه الشرعيه اليمنيه ولا حتى ايادي يمنيه من من من, من من الاخوه في المحافظات الجنوبيه نعم اذا اذا يعني لم, لم لما لما يقام حتى الاحتفال استاذ ابراهيم يعني لما يرفض اقامه احتفال الحكومه بهذا العيد يعني من المتضرر باقامه احتفائيه رسميه تلقى فيها الخطب وتعزف فيها المعزوفات وانتهى الامر يعني انا في اعتقادي انه كما قلت انه نحن في مرحله حرب هناك من يحاول احياء روح الثوره في اوساط المواطنين اليمنيين لكي يستمروا في معركتهم لتخليص الوطن من ما نعاني فيه لكنها لكنها اصبحت الان يعني اشياء رمزيه لتبادل الرسائل بين هذا الطرف وذاك ذاك الان كان من الافضل ان ان يؤجل ان يؤجل هكذا يعني احتفالات حتى يتم تطهير الأراضي اليمنية من كل مستعمر سواء كان داخليا أو خارجيا وأن نحاول إبعاد كل ما يعني كل الأيادي التي تحاول الاستيلاء على اليمن نحن نمر في ظرف حقيقة سيء جدا هناك يعني مجلس انتقالي أو انفصالي جنوبي يدار من قبل الإمارات المتحدة الأمري... الإمارات العربية المتحدة من اجل الاستيلاء على الجنوب والانتداب عليها وهذه هي المشكله الحقيقيه ويتسترون يتسترون وراء القضيه الجنوبيه العادله وانا لا. في اعتقادي هذا هو الطعن حتى في القضيه الجنوبيه عندما يتستر من ليس لهم حتى باع في النضال الجنوبي ولم يكونوا جزء حقيقي منذ انطلاق الحراك الشعبي والحراك الجنوبي واليوم يحاولون السيطره على تلك المخرجات ويديرون كل ذلك الانجاز من اجل بعض الذين يتبعون دوله الامارات العربيه المتحده وانا اعتقد ان احنا يجب ان ننتقل الى مرحله جديده الشرعيه خذلت الشعب اليمني وكذلك من يتصدرون المشهد في الجنوب الان يغررون على الإخوة الجنوبية للأسف الشديد باسم القضية الجنوبية واستعادة الدولة الجنوبية وهم في الحقيقة يسلمون الأراضي والجزر والموانع اليمنية لدولة لها أطماعها في المنطقة الشرق الأوسط كما هو معروف اليوم وهي دولة الإمارات العربية المتحدة نعم أستاذ ابراهيم يعني هناك دائما تساؤل كنا نطرحه على أي فرد من أفراد الحكومة حين يكون معنا ونتساءل عن مدى يعني إمكانية وجود حكومة حقيقية على الأرض في المناطق المحررة خاصة في عدن ويتحدثون بأن الأمور تجري على خير ما يرام نتحدث عن النفوذ الإماراتي ويتم إنكار ذلك هل قطع جسر البريقة اليوم أمام يعني الحكومة ووفد الحكومة وسياراته للذهاب للاحتفاء دليل قاطع على ان فعلا عدن تدار من الامارات ام ان هناك ما زال مكابره واصرار ان الامور ما زالت تحت السيطره وخاصه سيطره الشرعيه. لا لا انا في اعتقادي الان السيطره تحت الميليشيات مليشيات الحزام الامني وميليشيات اخرى تتبع بشكل مباشر للقياده السعوديه والاماراتيه الاصلا متواجده في عدن. فأنا باعتقادي أنه كما تعرفين هؤلاء يحاولون تقويض ما تبقى من من الحكومة الشرعية من أجل يعني خلق ميليشيات جديدة تتبع بشكل مباشر كما يحصل في المناطق الشمالية بشكل مباشر لأدوات خارجية من الأسف الشديد أنه الحكومة ما زالت يعني تحاول إرضاء التحالف التي أتت به من أجل تمرير أو محاولة استعادة نفسها ولكن للأسف الشديد هي ما خذلت نفسها بهذا الخذلان وبهذا الانبطاح الكامل والغياب الكامل والآن يحل محلها مليشيات وربما في الأيام القادمة بسبب هذا الخذلان وبسبب هذا الصمت المخيف ستقوض نفسها بنفسها وستخرج ربما آخر اليوم من اللعبة السياسية بهذه المماطلة بعدم المكاشفة وبعدم الصرخة يجب أن تصرخ الحكومة على أقل كما قلت اليوم يجب أن تتكلم أو أقل شيء ترقى إلى مستوى أحمد شفيق الذي يتواجد على العراق على الأرض الإماراتية ورفض الوصايه الاماراتيه على بلده وقال انه سيذهب الى مصر لترشيح نفسه ولاستعاده وطنه من الهيمنه الخارجيه، رساله واضحه وهو يوجد على 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 الاراضي الاماراتيه وليس ممثلا شعبي شرعي للشعب المصري، فما بالك بحكومه تملك الشرعيه تملك اعتراف المجتمع, المجتمع الدولي، هناك اليمنيين يتطلعون الى حكومه تقودهم ومن ثم سيتبعونها لكن للاسف الشديد انبطحوا انبطاحا كاملا نعم. في الفنادق وتركوا الشعب اليمني واليمنيين يموتون وتركوا الاراضي لل نعم. للمليشيات التي تقوض الحكومه. نعم شكرا جزيلا لك ابراهيم القاتب المحلل السياسي والناشط الحقوقي كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة وينضم معنا عبر الأقمار الصناعية الصحفي والناشط السياسي صلاح السقلدي من عدن مساء الخير أستاذ صلاح مساء الخير مساء الخير السادة المشاهدون وكل عام والجميع بخير بذهبية الذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة أهلا بك معنا وكل عام وأنت بألف خير وكافة الشعب اليمني، 30 من فبراير الذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي، لو بدأنا بقراءة إجمالية عن ما الذي يعني هذا اليوم أستاذ صلاح؟ نعم هذا اليوم يعني معاني كثيره بدون ادنى شك يعني في تحت عنوان كبير هي الحريه هي الانعتاق هي امتلاك الاراده السياسيه هي امتلاك القرار الوطني والسياسي داخل ارض الجنوب منذ فجر الاستقلال عام 67 الى الى اليوم ويفترض ان يكون اليوم كذلك يعني وبالتالي فهذا الاستقلال مثل ضمن ثورات التحرر العربي مثل كثير من المعاني وكثير من الدلالات الشعوب المنطقة وشعب الجنوب من ضمن هذه الشعوب وبالتالي فالحرية لا زالت هي العنوان ولا زالت هي المستهدفة من تطلعات الشعب عبر هذه السنوات وخلال الخمسون السنة الماضية والسنوات القادمة إن شاء الله إن شاء الله أستاذ صلاح يعني هذه القيم الحرية والاستقلال الذي تحدثت عنها ما مدى واقعيتها في الجنوب الآن؟ في الجنوب الان من دو... اندلاع هذه الحرب دخل اللاعبون كثيرا دون ادنى شك واختلطت اوراق كثيره وبالتالي اصبح المشهد مثل ما تلاحظين كثير من الغموض وكثير من الضبابيه فيه ومع هذا كله فما زلنا نوضع نصب اعيننا حريتنا واستقلالنا وامتلاكنا لارادتنا السياسيه وقرارنا الوطني المستقل برغم كل ما يحيط بنا من تغييرات ومن يعني تآمرات يعني نعم. التعبير ما هي هذه المتغيرات التي احاطت بالقرار المستقل للجنوب هل هناك تاثير سلبي على اراده الشعب الجنوبي في نيل حريته واستقلاله من خلال هذه الزوبعات التي حولكم الاراده السياسيه للجنوب فقدت من عام 94 عندما غزاها الحرب هناك وحتى الان لم تستعد الاراده السياسيه للجنوب على الاطلاق الى الان وبرغم المساعي وبرغم الخطوات التي قطعناها الا اننا لا زلنا نتطلع الى امتلاكها امتلاكا كاملا ومن عام 94 شهد الجنوب ثورات وشهد كثيرا من عمليات الرفض لذلك الواقع الذي اريد ان يخضع الجنوب ويركعهم تحت جنازر الدبابات وتحت سنابك خيول الغزاة والم... وال النهابون يعني بمختلف اتجاهاتهم ومختلف توجهاتهم بما فيهم جنوبية للاسف نعم. نعم هناك من يتساءل استاذ صلاح يعني ان الشعب الجنوبي يعني يتخلص من غازي ليقع بيد اخر وما يحدث الان في الجنوب يعني ان تسلم اراضي الجنوب باراده او بدون اراده لغاز جديد ومحتل جديد يفرض سيطرته على حتى على وجود الدوله التي ربما من خلالها كان سيستطيع الشعب الجنوبي يعني الخلاص أو نيل ما يريده لا أريد خلط الأوراق بهذا الشكل وبالتالي لابد أن نسمي الأمور بمسمياتها نعم. الإمارات موجودة هنا بطلب حزب الإصلاح وبطلب الشرعية وبالتالي نحن في الجنوب لم نكن إلا متلقين لهذا الوضع فإن كنت تقصدين الإمارات العربية المتحدة فالإمارات العربية المتحدة هنالك حكومة هناك حكومة تتبع الإصلاح تتبع الشرعي ككل، وبالتالي إن كان هناك ما يقع باللوم فهو يقع على هذه الحكومة. أما ما يعمل على إنه رفض الإماراتي، رغم ما نراه بالمقابل في هذه الحكومة، فهي تسعى إلى تركيع الجنوب أكثر بكثير مما يعتقد حزب الإصلاح بأن الإمارات تقوم فيه. ما يقوم به هذه الحكومة، ما يقوم برئيس الوزراء شيء مؤسف اليوم ما قام به أصلاً المدينة. تعيش في وضع عزمات مخيفة في تردي مستمر ولا أرى ما هي الحكمة من هذا الحرص على أن يرفع علم هناك ويدير وتدير ظهرها هذه الحكومة لكل وما وكل الذي وكل وما الذي يضير الإمارات في ذلك أستاذ صلاح يعني أن أن تقوم الحكومة الشرعية بإقامة حفل رسمي يرفع فيه العلم الوطني ما الذي يعني يشكله من خطر على الإمارات حتى يرفض الاحتفال بهذا الشكل الفج؟ أو هذا على افتراض انما ما ان الرفض تم من قبل الامارات العربيه لكن الرفض هو تم من قبل القوى الجنوبيه بمختلف توجهاتها الامنيه والشعبيه والثوريه يعني هناك قوى جنوبية, جنوبيه لا تتبع الحكومه الشرعيه لا نعم. اسمعي وان وان كان هناك توافق بهذا الرفض ان افترض ان هناك توافق بالرفض الجنوبي لهذه الفعاليه توافق مع رغبه اماراتيه فهذا لا ليس ذنبنا ولكن الرفض الجنوبي هو الرفض من ناحيه المبدا نحن في الجنوب لا زالت معنا قضيه اساسيه قضيه سياسيه قضيه وطنيه لم تحل بعد فباي منطق ياتي بندغرب برغم المهام التي يفترض ان يتوجه لها ارى ان حكومه بندغل وبندغل شخصيا قد ظل طريقه من مران الى صلاح الدين ليرفع بلاد وبالتالي فطالما قضيتنا السياسيه هي لا تزال تراوح مكانها طالما التسويه السياسيه وافقها مغلق امام القضيه الجنوبيه وامام المساله اليمينيه كلها فلا بد ان نوقف اي عمل سياسي يستهدف القضية الجنوبية يفترض أن يتمحور الآن العمل لهذه الحكومة أن كانت تريد فعلا الخير والصلاح والمصلحة للعدن وللجنوب ولليمن كامل فتركز أساسا توجهتها بتوفير الخدمات وتوفير الأمن أستاذ صلاح اسمح لي, اسمح لي يعني هذه اسمح لي بالمقاطعة أستاذ وبالتالي أنا من أرى من يحق, إنه من يحق له توقيف العمل السياسي أستاذ صلاح يعني كيف يتوقف العمل السياسي؟ من يحق له ان يصدر مثل هذا القرار؟ الا يشبه السياسي. هذا الامر ما حدث في طالب. في الشمال في صنعاء حينما قرر قررت جماعه الحوثي ان توقف العمل السياسي وتنقلب على الدوله، الا يشبه هذا الامر ذاك؟ نحن لا نصنع العمل السياسي ولكن نوقف عمل سياسي لم يتم التوافق عليه حتى الان. باي متى سيتم بره. التوافق عليه استاذ صلاح يعني البلد البلد في حاله حرب البلد في حاله الحرب لم لم تتاح الفرصه للدوله بعد حتى تاخذ نفسها وتستطيع ان تقرر يعني برايك هل سيستطيع إذن الشعب إذن الجنوبي إذن الخلاص إذن دون وجود إذن دولة, إذن دوله وعمل استفتاء ويعني ان تمشي الامور بمجراها الطبيعي ثم انت تحدثني عن يعني جهات امنيه هل يحق لاي جهه ان تكون جهه امنيه خارجه عن سلطه الدوله هي اذا ميليشيا تتكون ومنقلبه على الدوله بهذا الشكل إذن اذا إذا نتفق أن احنا لا في ظروف استثنائيه ولا زلنا في ظروف حرب، وبالتالي لابد, لابد أن توجه الجهود لمعالجة محتاجات البلد في ظل حرب، وليس عمل سياسي داخل في أوضاع في أوضاع حرب، وهناك من يعمل عمل سياسي خارج سياق الوضع اللي نحن موجودين فيه، البلاد محتاجه إلى توفير خدمات، إلى رفع معاناتها من جراء هذه الحرب التي لا تزال مستمره بشكل أو بآخر. وبالتالي العمل الحزبي فهو مرفوض طالما ونحن متفقين على ان احنا في حاله حرب ولم آه. نتوجه بعد ولم نجلس بعد على طاوله على طاوله مفاوضات واحده حتى نبدا بعمل عمل سياسي وخطوات سياسيه اما ان يتم الخطوه السياسيه من طرف واحد بهذا الشكل فهو امر مرفوض مرفوض على الاطلاق نعم اسمح لي استاذ صلاح يعني حتى يعني انا استغرب يعني ما هو العمل السياسي الكبير الذي تتحدث عنه وهو مجرد احتفال يقام مثله مثل احتفال الرابع أن يرفع عشر من اكتوبر بمجرد الم يقام احتفال على... اسمح لي يعني اترك لي مساحه لوضع السؤال حتى اعطيك مساحه للاجابه اقيم احتفال الرابع عشر من اكتوبر واقام الحراك فعاليته واقام من شاء فعاليته لما لا يتم الامر في 3 نوفمبر بنفس الآ... ف... يعني بنفس الاليه يعني ما المزعج في احتفال 30 نوفمبر حتى يتم رفض الحكومه وتحويله الى عمل سياسي. اوكي في 14 اكتوبر تم رفع العلم وبمجرد ان انتهى الحفل تم توظيف هذا الرفع العلم تم توظيفه توظيفا سياسيا بحتا موجها الى القضيه الجنوبيه والى الحراك الجنوبي والى القضيه والى الجنوب بشكل عام. لا. فاذا اذا حصر اذا حصر الفعاليه اذا حصر احتفال بندغر ورفع علمه في اطاره في مناسبته ولم يوجه الوجهه التي وجهت اليها هل كان الامر مقبولا لكن نحن نعرف جيدا ما الغرض من هذه الفعاليه وما هل هذه من اولويات الحكومه هل هذا من اولويات الحكومه انك نعم. ترفع علم وانا من, من اولويات الحكومه بكل بان صلح. رفع العلم لا أحد لم لا أحد. يخرج لا أحد. عن لم يخرج يوملي. عن الجهود يملي على الحكومه السياسية. ما هي اولوياته وفي نهايه الامر ما الذي تتوقع من بندغر ان يرفع من علم؟ هل احد حاسبكم حينما ترفعون العلم الجنوبي في فعاليتكم؟ كما الحراك الجنوبي يرفع يعني في فعالياته العلم الجنوبي والاماراتي ويرفعون صور ليست صور يمنيه، لا احد يتحدث عن ذلك، لما تغضبون من يعني توظيف رفع العلم اليمني ولا ولا تريدون من الاخرين ان يغضبوا لرفع العلم الجنوبي، يعني اذا كان اذا كانت المساله مجرد العلم العمل السياسي فدع كل طرف يعمل وبالاخير هي اشبه بالدعايه الانتخابيه لنرى من يعني سيكسب جمهوره يعني ما الذي يخيفكم من مجرد رفع العلم وتوظيفه رفع العلم له من كثيره انت تسالي لماذا لا نسمح لماذا لا يرفع بندغر العلم فانا اسال بالمقابل هل هذه من اولوياته هل هذا هو العمل الذي يجب ان يركز عليه اليوم هل هل رفع العلم بهذا الشكل وبهذا التوظيف وبهذا بهذا الطريقة هل هو يهدي من التوترات الحاصلة في هل هذا يخدم أم يأجج أسأل أنفسكم هذا الكلام وستجدوا أن هناك أمر منطقي بأن يرفض الجنوب حكومة بندغر لا تتعامل مع الجنوب بأن له خصوصيه بأن له قضيه موجوده ومعترف بها يجب ان يراعى نعم اذا طالما هي قضيه موجوده ومعترف بها لا لا, لا لا اسمح لي أقول اذا كانت إذا إذا كان تصرفات لا. اذا كان الخطوات التي تعملها في مأرب يجب ان تراعوا ان هناك في الجنوب وضع سياسي له خصوصيته ويختل انا اسال لماذا لا ترفعوا العلم في تعز؟ لماذا انتم من اهمكم في حرب يرفع العلم في ولت تعز؟ ولت ما هو العلم الذي يرفع في تعز يا اخي هذا علم دوله معترف بها امام العالم وعدن عاصمة شرعية أمام العالم لا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نقول نرفع هذا العلم أو ذاك حتى تتضح الصورة ليحق لكم حتى ترفعوا علم من شئتم لكن الفكرة الآن يعني أنت متضايق للغاية من فكرة أنا لا رفع لا لا أنا رفع العلم هي فعالية تقوم بها الحكومة لا. في كل زمان ومكان يعني ليست مسألة هل تتوقع يعني أن بندغ فاضي لا 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 علشان لا لا لا. بس يروح يعمل احتفال يرفع فيه العلم الجمهوري احتفال من الطبيعي أن الحكومة تقوم للأسف به هذا أمر وارد للأسف هو فاضي نعم للاسف للاسف هو فاضي اذا كان بندغر سيتك اذا كان بندغر التجاهر البريقه لمعالجه ازمه الوقود الخانقه لو كنت انا اول من يتضامن معه أول من يوقف معه لو كنت اعرف ان بندق عرف سيتجه الى بير احمد لمعالجه مشكله المياه لو كنت اول من يوقف معه ولكنه سيتجه الى هنالك مثل ما عمل ب 14 اكتوبر وسيوظف هذا 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 الحفل توظيف سياسي وقح بامانه يعني اقول لك اسمح لي صلاح يعني حتى لا نخرج لا يخرج الحديث عن سياق اتمنى ممكن. ان نحتفظ بالالفاظ بسياقها المحتمل اسالك سؤال واتمنى ان تجيب عليه حين يتحرك أعضاء المجلس الانتقالي من بلد إلى آخر، ما الجواز الذي يحملونه؟ وما العلم الذي يرفعونه؟ وما اسم الاسم البلد الذي يحملونه؟ في 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 اللحظة التي يسافر بها أحد أعضاء أعتقد. المجلس الانتقالي بعلم آخر وبجواز آخر يحق لكم الحديث أو السماح للحكومة برفع هذا العلم أو غيره. نعم الضرورة تقتضي هكذا لا أقول أنهم يتحركون تحت جواز الضرورة الضرورة إذا حين الفلسطيني نعم 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 الفلسطيني الفلسطينيين كانوا يتحركون بجواز إسرائيلي اسمحي لي اسمحي لي ولكنهم بالتالي هم يتحركوا تحت لافتة كبيرة اسمها القضية الجنوبية القضية السياسية الوطنية الجنوبية وأرجو أن لا تقارني رفع علم ترفعه جماهير علم ترفعه السلطة سياسية تقول أنها بعد فأنا أنا في الجنوب كثورة كشعب لا أستطيع أن أمنع أحد من رفع علم الجنوب في ساحة في أمام في منزله لكن من من الحق أن أنا, أنا ألوم السلطة تقول إنها سياسية وإنها تمثل دولة أن ترفعها بهذا الشكل ما زالت ما زالت السلطة الشرعية لا يعقل يعني لا, لا, لا. لا يعقل أن يكون هناك حزب معارض أو جهة معارضة لدولة ما أو لحكومة ما وتفرض عليها ألا ترفع علمها في المنطقة التي هي تسيطر عليها أمام العالم ومعترف بها أمام العالم، أنت تحدث الآن بشيء لا منطقي بتاتا، يعني تطالب من الحكومة ألا ترفع علم لا 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 الدولة لا التي لا هي معترف لا لا بها أمام العالم، التي يتجول التي يتجول باسمها وباسم جوازاتها معظم من يقودون المجلس الانتقالي، يعني يعني أنا أستغرب يعني الفكرة كنت أنا استغرب لما منع الاحتفال الآن تحدثني أن الاحتفال منع حتى لا يرفع علم الدولة التي يعترف بها العالم. يعني تصغرون الأهداف وتصلون لا بها لا إلى إلى يعني شيء لا منطقي. ألمان أنتم تضرون القضية الجنوبية بهذا الشكل يا أستاذ ال صلاح. القضية الجنوبية التي يعترف بها العالم كما يعترف أسمحي بالدولة أسمحي الشرعية أسمحي وبأن عدن هي العاصمة الشرعية وبأن علمها هو الأحمر والأبيض والأسود. يعني ما الذي يعني أسمحي يشكلها أسمحي هذا الأمر بالنسبة لكم وبالنسبة لقضيتكم؟ هل افادكم الان منع الاحتفال؟ هل تجد أسمحيلي. انه افادكم؟ ان كان ان كان لي ان كان, أسمحيلي. إن كان ف... على رفع علم ومر ال... مر الاحتفال كما كان يمر في الظروف الطبيعيه لكان الامر هين ولكنا غضينا الطرف عنه، لكن نعرف ماذا يعني رفع العلم وكيف تعامل وكيف تعامل في في الفترات السابقه، فرفع العلم هناك توظيف سياسي يتم له واظهار العالم بان الجنوب أنضوى تحت هذا الوضع وانه منخرط في المشروع السياسي لسته الاقاليم التي يقودها تقودها هذا السلطة وتقودها هذه الحكومة ويضفي على القضية الجنوبية نوع من الغموض ونوع من التشويش أمام المجتمع الدولي والإقليمي وبالتالي ف يا أستاذ صلاح الدولة الدولة لا تحتاج أن, لا أن أن تضيف لنفسها حضورا فوق الحضور ولا تحتاج أن يعترف بها العالم أكثر مما هو معترف بها بمجرد أن تصنع احتفال لا لكن لكن ترفع به العالم لكن نعم لكن أكنت تود احتفالا دون أن يرفع لا فيه العلم الجمهوري شيء غير منطقي لا برضه ارجع الى موضوع ان الحكومة بندغر والسلطة الشرعية بشكل عام لا ترى لا ترى خصوصية الجنوب ولا ترى في أن الجنوب لا خصوصية يجب أن يراعى على الأقل إلى أن تبدأ إلى أن تبدأ التسوية السياسية. الله أعتقد لا أرب... أعتقد يا أستاذ صلاح لا لا, لا تنظر إلى الحراك ولا على, على مما مما لا نتوقع يعني كثير من الأسئلة تضغط بها الحكومة لما يترك الأمر الحبل على الغارب بهذا الشكل في الجنوب؟ لما يسمح للإمارات العبث بالجنوب بهذا الشكل. ال ولما ولما ويقال بان الجنوب ال الان يمر ال بفتره ال لها أسمع. خصوصيه وانتم تتمادون اكثر واكثر تريدون من حكومه ان تقيم احتفالا وطنيا دون رفع العلم اسمحي لي هذه القضيه الجنوبيه التي يحاول تحاول هذه الحكومه ان تمسخها وان تشوهها هي موجوده الحكومه هذه موجوده في عدن بفضل الحراك الجنوبي الله العظيم يا استاذ صلاح لا أحد, لا, لأ, أعطيني أعطيني لا احد يشوه القضيه الجنوبيه مثل ما تفعلون انتم لا احد يشوه فرصة. القضيه الجنوبيه ان لم يكن موجوده في عدن لماذا لم تتوجد في صنعاء ولا في تعز؟ ولا على الاقل في مأرب في تعز يقام الاحتفال ويرفع العلم الجمهوري في مأرب يحتفل يا اخي حتى الحوثيين يحتفلون ويرفعوا العلم الجمهوري يعني ال ال الذين يتهمون بانهم يطبعون ايران آه يعني. وانتم تريدون احتفال يرفع فيه علم الامارات وعلم الجنوب هل هذا منطقي؟ يا سيدتي علم الامارات يطبع في الجنوب اكثر مما يطبع فيه العلم الجمهوري يعني علم الامارات موجود في في الجنوب الذي تتحدث عنه والذي تقول بان هناك من الجنوب لم يحارب الجنوب لم يحارب الجنوب لم يحارب انقلابيين الجنوب حارب احتلال موجود من عام 94 و... وتغير وتغيرت صوره وتغيرت اشكاله وبالتالي علم اليمن يعني الحوثيين الذين اتوا الذين اتوا الى عدن هم فقط من حاربوا في 94 ليس يعني آه تغيرت الصوره نسيت ان من دافع عن عدن هم ابناء عدن فعلا والجنوب بكل الاطياف التي تتهم بانها كانت آه في 94 تحارب ضد آه آه ضد عدن ومع ذلك خرجت كل الاحزاب وكل الاطياف يعني وكل يعني المكونات لتدافع عن الجنوب يتق... قلت لك يا استاذ صلاح والله العظيم ما حد بيشوف القضيه الجنوبيه زي ما اسمعي اسمحي لي اسمحي الجنوب هو من اوجد هذه الحكومه وكان يفترض ان تعاملهم معامله اخلاقيه على الاقل، فعلى الاقل رد الجميل او على الاقل احترام خصوصيه الجنوب واحترام انه هناك قضيه وتبدا مع القوى الجنوبيه ان تمدد لها وتفتح اذرعها وتشرح صدرها لاصحاب هذه القضيه وتشعرهم على الاقل بانها خطوه سياسيه وان قضيتكم بطريقه للحل، فاسمحوا لنا نرفع علم هنا. اما انهم يريدون ان يبداوا بتطبيق آه تطبيق مشروعهم ستة عليهم يعني في ظل قضيتنا لم تحل فهذا يجب ان يبعد من بالهم نهائيا بهذا القرار طيب و... اسمح لي اسمح لي استاذ صلاح اسمح لي ان انتقل أن وفي كل الاحوال سنشاهد كثير من هذه الحالات سنشاهد كثير من هذا المنع واخشى ان يتطور الامر الى ابعد من هكذا طالما وبقيت. والله اذا اذا كان اذا التفكير قاصر على اذا كان, إذا كان التفكير قاصر على, على... على مستوى يعني الحكومه يحق لها ان ترفع علمها او لا يحق فاتوقع ان يعني يتطور الامر الى ما هو أسوأ. ولا اتمنى ذلك رغم ان هذا يعني تهديد واضح أن الأمور لا أنا ستخرج لا عن المسائل لا 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 اسمح أستاذ صلاح أن ينضم في حوارنا أنا أقصد أنا أقصد أن هناك تجاهل هناك تجاهل القضية الجنوبية هناك تجاهل للقضية نعم الجنوبية نتحدث عن هذه الجزئية عن هذا التجاهل أستاذ صلاح, هناك, صلاح تبع هناك تبع هناك تبعات لهذه الخطوات أنتم لا تعرفوا هناك نعم تبعات لخطواتكم السياسية التي قد تنعكس على المجال الأمني قد تنعكس على مجالات أخرى أتمنى آه أن لا نوصل لهذه المرحلة وأتمنى طيب. ألا الجميع يتمنى ذلك، الجميع يتمنى ذلك، يعني أستاذ صلاح يعني معامل. أتمنى أن لا تأخذ حديثي بمجرى أننا ضد القضية الجنوبية، على العكس تماما نقف مع خيار الشعوب دائما ومع ما يريدونه ولكن طبعا بالطرق المثلى والسلمية، أعود إليك في جزئية تجاهل القضية الجنوبية ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الصحفي وسام محمد من تعز، مساء الخير أستاذ وسام. مساء النور مرحبا بكم اهلا بك استاذ وسام فعاليه دعني ابدا معك من البدايه وحدثني يعني عن 30 نوفمبر ما الذي يشكل الاحتفال ب 30 من نوفمبر عيد الجلاء وخروج اخر بريطاني من الجنوب وما يمر به وانعكاسي على ما يمر به الجنوب الان بالنسبه لعيد الاستقلال 30 من نوفمبر جاء كخلاصة لتضحيات ورضالات طويلة خضها شعبنا اليمني شمالا وجنوبا الاحتفال اليوم بثلاثين من نوفمبر تقريبا لا معنى له بينما السيادة الشعبية منقوصة اليوم أصبحت بلدنا ساحة حرب إقليمية الكل يتدخل فيها والكل يعبث فيها ونحن مشغولين بالاحتفالات والكرنفالات التي لم تعد لها معنى لان دلاله دلاله يوم استقلال الجنوب يستمد قيمته من الواقع الذي خلقه ثم من مدى قدرتنا على الحفاظ على هذا الواقع ومدى قدرتنا على تطويره وليس من مجرد ذكرى وفي ظل واقع بائس بهذا الشكل الذي اصبحنا نشاهده اليوم نعم طيب استاذ وسام يعني تحدثت عن احتفالات لم تعد لها اي قيمه برايك هل كان يحق ل يعني الحراك الجنوبي والحزام الامني ان يمنع فعاليه حكوميه كانت ستقام اليوم لمجرد انها سترفع العلم الجمهوري؟ نعم بالنسبه للحكومه الشرعيه تقريبا هي دائما اولوياتها لا تزال مضروبه في النهاية احتفاليه بثلاثين نوفمبر في ظل هذا الوضع لن تقدم ولم تؤخر الناس اليوم بحاجه الي امن الناس اليوم بحاجه الي بحاجه بالاساس الي وضع استراتيجيه واضحه مع الامارات ومع السعوديه ومع التحالف العربي لا. الذين اليوم تصرفاتهم لم تعد استاذ أسامة أنا أحدثك عن مدى مشروعية ما قام به الحزام الأمني في منع فعالية يرفع بها العلم الجنوبي يعني وكأن العلم الجمهوري وكأن الأمر يعني يشكل تهديدا حقيقيا لقضيتهم هل هل فعلا مجرد رفع العلم الجمهوري في فعالية حكومية يشكل كل هذا الخطر؟ شوف يعني المساله مضحكه فعلا يعني افترض ان الحكومه الشرعيه هي من تحتاج لان دوله الامارات تعمل على تشكيل قوات امنيه غير شرعيه وتعمل على رفع علمها وتعمل على تنشيط التمردات الصغيره، لكن الان ما يحدث هو العكس، تقريبا الحكومه الشرعيه هي هي من تتحمل مسؤوليه ذلك لانها لم تسعى من البدايه لوضع استراتيجيه واضحه مع دوله الامارات وسمحت لوجود تشكيلات امنيه خارج القانون والدستور اليمنى نعم اذا اسمح لي ان اعود للاستاذ صلاح عبر الاقمار الصناعي استاذ صلاح لو تحدثنا عن مساله تجاهل القضيه الجنوبيه هناك يعني من يقول بان القضيه الجنوبيه لا تتجاهل ابدا ومعترف بها وتم مناقشتها ايام مؤتمر الحوار كقضيه مستقله ومهمه بالنسبه للوضع المستقر في البلد ما يتم تجاهله ربما هو وضع المجلس الانتقالي الذي يعني لا مشروعيه له كما تراه الحكومة ولا معترف به هل هناك خلط في مسألة المجلس الإنتقالي والقضية الجنوبية لي في البداية أن اسجل حاجه هي ان الحديث عن الوجود الاماراتي وعن ان الجنوب يخضع للاحتلال الاماراتي وما الى ذلك ان ياتي من حزب الاصلاح ومن قياداته ومن رموز الحزب الاصلاح انا لا اقبله على الاطلاق لان كثير من الوزراء من هم قيادات الاصلاح انا ام الاستاذ وسام يعني الصحفي نعم, نعم 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 من هم, من هم قيادات الاصلاح الذين يتحدثون بهذا الحديث ضيفي مستقل يعني لا ينتمي لحزب الاصلاح بتاتا اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي أن يعترض حزب الاصلاح على وجود الإمارات وعلى الاحتلال الإماراتي وقياداته قابعة أمام أبواب الأمراء وتتسكع أمام عتبات الملوك فهذا دعوا غيركم يتحدث عن هذا ممكن اتقبله انا لكن دعني استاذ, أستاذ صلاحي دعني يعني نعم أنتقل إلى لا, لا, يوجد للأسف لا يوجد معي من 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 حزب الاصلاح الان لكي يرد عليك انت توجه حديثك لشخص غير موجود يعني لا احد يمثل حزب الاصلاح الان ليتم الرد عليك جاوبني على سؤالي عن لا 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 هم هم لا لا هم يعرفوا انفسهم هم يعرفوا انفسهم مقابع هناك في الرياض طيب طيب هم مش موجودين معي الان يعني, يعني ليسوا بحضرتنا الان في هذه الحلقه استاذ صلاح اذا اردت ان تجيب رساله أسمحي ما اسمعي لي ساعد لا نعم طيب اسمحي لي انا ان اعود الى سؤالك وجاوب على سؤال باتجاه القضيه الجنوبيه. للجنوب تقريبا مريرة بالحقيقة يعني في كثير من عام 94 حتى اليوم في عام 2011 إلى أدخلنا هذا انخرط الجنوبيون كثيرا في ثورة 2011 صحيح. على اعتبار أو على أمل لعل وعسى أن يتم هناك النظر الى القضيه الجنوبيه وتسويتها تسويه عادله او على الاقل تكون هناك بالحد الادنى لها، ولكن للاسف بمجرد ما حصل هناك تسويه وتقاسم ثوار 2011 السلطه مع من اثاروا ضده، اداروا كل هؤلاء ظهورهم للقضيه الجنوبيه وكان شيئا لم يحصل. وبدؤوا من الصفر يعاملوا القضية الجنوبية من الصفر وكأنها قضية دخيلة ولا ولا تستحق الالتفات لها وهناك كثير من التجارب مرينا بها فهل نكرر نفس نفس الغلطة فهذا من الغلط ولا يمكن أن نجد أحد أن يتعاطف معنا أن انتهجنا نفس الوضع هذا وبالتالي الليل نعم. لا يلغى من من جحره مرتين فما بالك بعشر مرات و... نعم لكن لكن اسمح لي صلاح نعم صلاح يعني هناك من يتساءل ان نتمسك بقضيه وضحت وضحت الذي حتى نعم انتم انتم تصرون على ان القضيه نعم. الجنوبيه تج... يعني تم تجاهلها ربما نعم في عصر علي عبد الله صالح وهذا الامر لا غبار عليه خاصه منذ ان تكون الحراك الجنوبي في 2007 2011 بدا الحراك الجنوبي يتنفس الصعداء بان هناك امل ان يلتفت اليه وربما يعني ان يفرد له قضيه مستقله في الحوار الوطني خير دليل على انه ليست بالمساله الهينه او التي يدار لها الظهر ولكن يعني الغريب ان يتم الحديث مره اخرى عن القضيه الجنوبيه وعن خطر يسمح لي اكمل السؤال حتى اعطيك الفرصه للاجابه فقط تم واضح. اثاره القضيه عنواني. الجنوبيه بهذه القوه وبهذه بهذا الغضب بعد اقاله بعض يعني السياسيين في عدن وتحولهم الى المجلس الانتقالي، هنا اصبحت القضيه الجنوبيه في خطر حين كانوا احدهم محافظ والاخر في لا 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 الامن، لم يتم الحديث عن اي خطر للقضيه الجنوبيه، لماذا؟ لا لا هذا اختزال وتوصيف يتعسى في الحقيقة تماما يعني متى شعرتم إذا بالخطر؟ أعود إلى ما تحدثي عن دعيني أتحدث أولا عن ما ذكرتي بأن القضية الجنوبية وجدت اهتمام في, في, في مؤتمر الحوار لم تجد على الإطلاق اي اهتمام رغم مشاركه الجنوبيين فيها هذا نعم. مؤتمر شعب الجنوب ومزقوا مشروع مؤتمر شعب الجنوب ولم ياخذوا بماده واحده مع انه كان هناك قدموا مشروع سياسي بالحد المعقول وبالحد الذي يوفر للجميع مطالبه السياسيه وهناك مشروع الحزب الاشتراكي اليمني مزق على تماما وبالتالي الجنوب استبعد تماما من مؤتمر الحوار استبعد تماما من مؤتمر الحوار وهذا للاسف ما يريد ان يطبقه اليوم هو مخرجات الحوار الذي نعم فرضت اكمل اكمل منك الجزء الاخر حتى فرض مشروع نعم, مشروع نعم. البيو هذا البيو هذا فيما البيو يخص البيو. مؤتمر حتى الحوار استاذ صلاح نعم حتى حتى وصلت الفكره فيما يخص حتى. مؤتمر الحوار اسمح لي فقط ان اعود للاستاذ وسام يعني بسؤال اخير استاذ وسام برايك يعني ما الذي يمكن عمله تجاه ما يحدث في الجنوب الان من تجاوزات يعني للحكومه الشرعيه ولوجودها رغم ان عدن ما زالت هي العاصمه المؤقتة للجمهورية اليمنية النقطة الأولى التي يجب أن يتم عملها الآن هي الإسراع في تحديد استراتيجية واضحة وخطة عمل مشتركة مع الدول التحالف بالذات الإمارات السعودية لأنه لا يمكن ترك البلد هكذا لعبث الخارج نحن لا نقول أن 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 دولة الإمارات هي احتلال نحن نقول أن هناك فراغ تركته السلطة الشرعية وهناك قضية جنوبية حقيقية موجودة على الأرض ويجب على السلطة الشرعية أن تتعامل معها لا يهم لا يهم الأطراف إذا كنا إذا كنا نريد أن نخرج إلى حلول فيجب أن نتعامل مع قضية لا نتعامل لا مع مجلس انتقالي ولا مع مجلس حراس نتعامل مع قضية لدينا قضية حقيقية وواقعية والجميع يعترف بها إذا علينا أن نتعامل معها لكي نخرج إلى حل نعم، إذا شكرا جزيلاً, جزيلا لك. أما ترك الأمور هكذا ستكون نعم. عرضة للاستقطابات والاستثمارات. شكراً, شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط السياسي أستاذ محمد، كنت معنا عبر الهاتف متعز، عودة أخيرة لك أستاذ صلاح، وأترك لك الفرصة للحديث عن شعور الجنوب بالخطر أو القضية الجنوبية بالخطر حين تم إقالة بعض أعضاء المجلس الانتقالي الذين تحولوا إلى يعني قيادة المجلس الانتقالي، تفضل. لا ليس بهذا الشكل على الاطلاق نعم فل... من استفاد من الشراكه ان كنت تقصدي الشراكه الحراك الجنوبي بالحكومه وبالسلطه فالسلطه هي من استفادت من الحراك الجنوبي مثلما استفادته في البدايه استفادت من الجنوب في بندقيته وثم حاولت ان تستفيد منه في موقع السياسي فاشراك الحراك الجنوبي كان استفاده للشرعيه وليس للحراك الجنوبي وبالتالي اذا وحين يترك الـ الحراك الجنوبي هذا يقال او يقي او يستقال منها فهو ليس خسران على الاطلاق بل هو مستفيد لأن اصلا حس... الذي الذي السلطه الشرعيه هي من استفادت من الحراك الجنوبي بان استخدمت القضيه الجنوبيه واستخدمت تثبيت الامن استطاعت ان تعود اصلا الى الى الجنوب في الوقت الذي لم تستطيع ان تقدم شبر واحد في في الشمال فمن خسر, فمن خسر فمن 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 كسب بالحكم هذا هو الشرعيه فالحراك الجنوبي ليس ليس نعم على وضحت, وضحت إن الفكره ان قضيه ان قضيه لا ان حتى نقول ان قضيته نشات عندما أقيلها على المحافظون والوزراء لا هذا على الاطلاق ليس صحيح لان القضيه الجنوبيه كانت قبل هذه التعيينات وبقيت بعد هذه التعيينات وبعد إقالتها عموما نتمنى لكم التوفيق استاذ صلاح قلدي فيما تسعون اليه ان كان في مصلحه الجنوب فعلا شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من عدن والشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم الى ان ألتقيكم في الاسبوع المقبل كونوا برعايه الله وامنه